يقفون عند هذا الحد، لا نبي أفضل طبعا، وأحسن، لأن الدراسات نبي النفسية أحسن. دكتور كاظم على طول في بالضبط تطور، كل يوم بالضبط. بحوث واكتشافات جديدة، خاصة بالنسبة حق هالسن هذا اللي قلت من سنتين لخمس سنوات، أو أعتقد أنا يمتد أيضا، أنت أكثر مني خبرة ودراية دكتور، أنا ترى مساند علم نفس، ولكن أعتقد هذه الفترة التأسيسية مثل ما قلت من سنتين لسبع سنوات هي اللي يكون فيها العقد، هي اللي يكون فيها الكلاكيع، هي اللي تكون فيها الاضطرابات بعد ما يكبر ويطلعون عندنا في المجتمع، مثل ما نشوف بعض النواب، بعض الحكوميين، بعض أي كان من الناس هذول في المجتمع، هم يحملون في داخلهم عقد كبيرة وكلاكيع تطلع على رأس المساكين المواطنين أو الشعب هذا كله. حطيتي ايدك على الجرح ترى. أي أنا تعمدت عشان خليني أبطلها من قلبك وبقولها انا لك. مكبوت، أي أنت مكبوت، أنا مقهور بنقلك. مقهور مثل الامه، ان ما عندهم اهتمام بالطفوله، أي الحين عاد ما ننتقل عندهم. بعدين، خلينا الحين دكتور نتكلم طفل المرحلة الابتدائية، الحين كم صار عمره؟ 6 سنوات. ست سنوات، يبي يدخل الحين ابتدائي. هنا احنا نشوف دكتور كاظم للحين اللي بعد الإجازة الطويلة يرجع يبي يدخل يروح الابتدائي، عنده صورة أكيد من خلال إخوانه، من خلال خواته، يعني العيال اللي معاه، الأقران اللي معاه، بس بطنه تعوره. هم نرد مرة ثانية هالقصة البطن وصداع وبعضهم ما ينامون، نبي نعرف دكتور كاظم يا ريت تشرح شنو الأسباب. هذا هو الحين مرحلة ابتدائية، الحين صار في مرحلة أكبر يعني في العمر. الياهل عندما يعاني من آلام في البطن، احنا نقول عنده سيكوسوماتيك. انزين يعني يا ريت والله تشرحها حق أهل يعني شو الكويت اللي سيكوسوماتيك؟ يشوفونك. ايه يعني الطفل الخوف، يعني قبل ما نقول له يلا البس بتروح مدرسة، ما في شيء طبيعي، اي لا ما في شيء، ما عنده عياله عوارض كلش بطنه ولا شيء، ابد. بس نقول له يلا المدرسة اي يقول آه يما بطني. اي هني عاد ليش؟ الخوف نفسه توتر، والخوف سبب له العوارض البطن. ليش؟ صدق قاعد يعوره خلينا بطنه. نرجع الحين نقول ليش؟ هو صدق يطلع يصير فعلا. هني عاد الخوف من المدرسة، ممكن المدرسين. هل الأهل لهم دور قبل الله يروح المدرسة في لا طبعا الابتدائي؟ طبعا دور الأهل. أبو أقول لك بفتن عليك عند بروح عند المدرس، إذا ما شديت حيلك ولا كذي بسوي فيك وما فيك، بفشلك عند ربعك، بفضحك عند، لا لا هل طبعا هذا دور الأهل؟ في بعض الأهل هذا جهل، جهل من اي الأولياء بس الأمور موجود، في أن موجود يهددون الأبو. ولدهم بالمدرسين. يعني اي مثل يا الأم اللي أو الأب اللي يخوفون ولدهم من الطبيب، اي ما يصير. بالضبط، اي وهذا ترى نوديك موجود، طبيب اي زين، هذا وطق كبره. طبيب، طبيب إنسان، يجب نحببه بالطبيب، نعم نحببه بالشرطي، نحببه بالمدرس، اي مفروض يعني صحيح، ما بس نكرهه. ما زال دكتور كاظم في بعض الأسر وهذا جهل. انه يعني التهديد بالمدرس ولا بالناظر ولا افضحك بين اقرانك وبين ربعك انا 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 الاسلوب القديم كانوا يقولون لك اللحم وعطنا العظام. لا الحين لا، انا ما اعتقد هذا الاسلوب ماشي بس طلع ريايل الحين. والله، يعني هذاك طلع اليوم ريايل دكتور كاظم. والله، يعني احنا تغيير، في تغيير الان، هم جيل في القيم. تغيير الحين، تغيير الحين كامل، التكنولوجيا جديده، ايه التكنولوجيا، التغييرات اللي قاعد تصير تدلعوا يا المجتمع. دكتور كاظم، ما عاد تدلعوا مو بس مثل هذا قبل. احنا لابد ان نعيش الواقع ونعيش مع اطفالنا ايه ونوجههم نرشدهم، ما نيأس انه والله جيل غير، بس هذا الواقع. هل جيل الثلاثينات نفس جيل الستينات او جيل السبعينات؟ انت كنت بالجامعه بالسبعينات، نعم وين كانوا طالباتك؟ ايش قال كان يلبسهم؟ في السبعينات. هاو لا صدقونا ترى ما اعرف ولا عرفني. اوكي بالثمانينات. اي ثمانينات تسعينات، خليني اتذكر انا اي سنه. لا لا قعدوا تحسبون عمري. المهم يا دكتور كاظم في اتصال يبعد قلبي اقاطعك، الاخت الاستاذه منى صفر اخصائيه اجتماعيه، نقول الو. الو الو الو، هلا حبيبتي منى، هلا فيك السلام حياتي، شاكره لك الاتصال يا قلبي بعد عمري حبيبتي. انت تابعتينا من اول برنامج؟ اي والله اي والله، سمعت البرنامج كله، والصراحه كلامكم عن عيني وراسي يعني. اي نسمع رايك. كلام الدكتور الصراحه كله صحيح. ايه بس يمكن هو ركز وايد على مساله الروضه. إيه؟ اطفال الروضه يعني. انا باحثه اجتماعيه في مدرسه ابتدائيه. ابتدائي اوكي، انت باحثه طبعا اجتماعيه. احنا مثل ما نقول دائما الخمس سنين الاولى من حياه الطفل التنشئه الاجتماعيه فيها بالاسره، الاسره هي اللي تشكل الطفل مثل العجينه، شلون تتشكل؟ الطفل يتشكل يجينا عاد
تحس تعرف الطفل شنو بيئته. الطفل هذا في مشاكل في البيت، الطفل هذا مدلل، الطفل هذا في ثقة بنفسه، الطفل هذا عطوه يعني لدرجة شو أقول لك، فيه أولاد حتى حريص على حتى الأمية فلس ما بيخسر أهلي. طفل الله يكون بهالعمر هذا والله العظيم حريص يعني. طب مريض تعبان عند السستر ما بأخر ولد أبوي الحين بياخذني ما بأخره، لازم أكون لابس وجاهز. كل شيء يعتمد على الأسرة صح. وأعرف الولد أختي منى، أعتقد القيم الاجتماعية تبتدي من هالعمر هذا صح؟ غرس بالضبط. القيم الاجتماعية بالضبط. في العمر هذا في الابتدائي بالضبط. يعني حتى الياهلينا يعني مبين عليه عدواني في عنده مشكلة في البيت. هذا في الابتدائي الحين، هذا الابتدائي. في الابتدائي من أول يوم، من أول يوم طبعا. هو مثل ما قال الدكتور، الروضة لها دور كبير. يعني أنا الياهال اللي نعاني منهم لحد يعني شوف الحين أسبوعين مداومين لحد الحين عند الياهال يبكون، في بعضهم من الدلال الزايد، في بعضهم ما راح الروضة أساسا. فهذا الجو صحيح. كله جديد عليه، شنو مدرسة، شنو لازم أقعد من الصبح للظهر، شنو حصص دروس، مع أن الجهود اللي إحنا قاعدين نسويها بالمدارس ترى جهود جبارة جدا جدا ما حد يتصورها. بس استاذة منى مرحبا، يا هلا. عندك وقت حق الأطفال؟ ما شاء الله عدد كبير وأنتم عددكم بسيط جدا. اي والله عددنا بسيط والمشاكل ترى وايد، يعني ما حد يتصورها. يعني الباحثه ما تلحق ترى يعني انا ودي احد يجي ويشوف. احنا من الصبح للظهر بين الاولاد اللي يطقون بعض، بين الاولاد اللي يحتاج الولد مني اللي انا قاعد معاه نص ساعه على الاقل، بين الاولاد اللي بيني وبين السستر الله يعافيهم اللي ابو السسترات الثنتين. زين قبلها كنا حتى سسترات احنا بالمدرسه. استاذه منى الحين العيال يداومون يجوا لكم اللي بطن اللي بطنهم تعورهم وصداع وكذي، واللي واحد طاق الثاني بهالفتره هذه انتوا تقدرون على هالمجموعه او المجامع هذه كلها؟ والله نحاول يعني مثل ما قلت انا يعني الله يعافيهم السسترات الحين ايدنا بيدهم. يعني انا يجيني ياهل بطني يعورني، انزين انا اتصل على ولي الامر. بس انت تدرين بطني ما تعور الصج، ان حاله نفسيه. لا ساعات ساعات يكون صج ساعات مو صج، بس انا شنو اقول دائما اقول المشكله نحددها. هذا الولد يقول بطني يعورني، احدد المشكله. اول شيء اوديه طبيب اتاكد انه في شيء ولا ما في شيء، ما في شيء اي المدرسه اشوف شنو المشكله. في مدرسه صرخت من اول يوم خلاص الولد خلاص خبره سيئه. نعم. انا لازم اقعد معاه وابحث معاه واشوف المعلمه واكلمها. في مثلا عنده مشكله في البيت قاعد يحاول انه يعبر لي عنها. ازاي استاذه منى بس بسالك سؤال، انت شنو نصيحتك حق الامهات او الابهات اللي يقول لكم؟ والله دائما احنا نقول خير الامور الوسط. شلون؟ لا تدلعين ولا تطقين. يعني دائما في انا والله لا تدلعين ولا تطقين ولا تطقين. اي انزين يعني خير الامور الوسط. نعم. تقدرين انك انت تتحكمين في الياهل. نعم. بدون طق، وتقدرين تعطينا كل اللي يبي بس هم بدون الدلال الزايد. نعم. يعني الياهل ابي اروح البيت ابي امي، ليش؟ في اشياء في البيت، في مغريات، في اشياء فوق اللزوم يعني صراحه. دور المدرسات شنو دورهم في مدرستكم؟ والله دورهم كبير صراحه ومجهودهم واضح. يعني احنا اداره المدرسه ما تقصر، المعلمات ما يقصرون. ما اقول لك في طبعا في بعض المعلمات اللي يبي لهم شويه الواحد ينبههم يعني طبعا ما يعطونهم دورات تدريبيه بين فتره وثانيه شلون تتعامل مع طلبه الابتدائي من الناحيه النفسيه. يعني انا ما اقدر اتكلم في هالناحيه لان يمكن مو ناحيتي انا وايد، ما اعرف شنو يعطونهم او ما يعطونهم كدورات تدريبيه. انا الاحظ المعلمات، الاحظ في معلمات صراحه اكثر من الام تكون حق الياهل بالمدرسه في الابتدائي في المرحله الابتدائيه. اي والياهل يظل يتذكرها سنه بعد سنه يبيها هي. نعم. انا بها المعلمه لانها مثل امي في المدرسه. نعم. وفي معلمات لا من اول خبره خلاص الياهل اللي يبتدي كش منها. نعم من 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 من, من اول يوم. اي والله خاصه المدلع. ها خاصه المدلع مدلعينه في بيته يعني انا اقول لك الحين اسبوعين عندنا لحد الحين ياهال يبكون للحين. لازم يبي ابوه يبي امه يبي الدلال يبي الدلع. شاكرة لك اختي منى، ما قصرتي جزاك الله خير على الاتصال الفعال الايجابي. شرف لي اني انا شاركت. حبيبتي حبيبتي مشكوره ما قصرتي، شكرا جزيلا. نرجع الدكتور مره ثانيه حق تعليقك على كلام استاذه منى. استاذه منى كلامها يعني
نتكلم من واقع تخصصها طبعا. نعم، هي اخصائية او باحثة اجتماعية في مدرسة. باحثة اجتماعية. نعم. فلذلك ركزت على التعامل مع الطفل، لا طب ولا دلع. انا اعتقد المدرسه في باحثه اجتماعيه وعلم نفس. النفسيات قليلين، عددهم قليل جدا، اقل من اقل عددهم. انا اعتقد مشكلتنا احنا في الكويت ايه؟ مو في ساعات مثل ما قالت استاذه منى، مو فقط في المدرسه، الاسره ايضا لها دور. ايه؟ هي ذات بعد الاسره لها دور. ايه؟ ان الاب دوره مفقود، وهذه نقطه لازم اذكرها واقولها حق الاباء. يا أبا، اخواني يا اهل الكويت، نقطة مهمة، ترى انا اوقف من خالف مسكين دكتور كاظم كل ساعة موقفته، من اشوف نقطة مهمة انا ودي تركزوا عليها، سمعوا الكلام اللي يقوله دكتور كاظم، تفضل دكتور. الأب دوره مهم وتأثيره أهم من تأثير دكتور الأم. دكتور هذه كاميرتك. وتأثير عشان يسمعونك، لا تطالعني طالع. اوكي. اي. دور الأب مهم جدا. إيه؟ حقيقة، دوره مؤثر. يعني الأب يأثر على الولد أو الطفل أكثر من الأم. الأم دورها حب وحنان وعاطفة بس، مفروض ما تطق ولا تصرخ ولا تعصب على الياهل. الأب هو اللي مفروض يكون له وجود بالبيت، ويكون هو اللي يمارس السلطة ويمارس بأسلوب التوجيه والإرشاد والعقاب والثواب. فبالتالي إحنا هذا الأسلوب، أو خلينا نقول هذا الظاهر، مو موجودة عندنا مع الأسف. الأب لاهي ما يهتم بعياله، والأم قاعدة تتحمل فوق طاقتها، تبي تلبس، تبي توديهم الروضة، تبي أو المدرسة، أو تبي توكلهم، تبي تروح الدوام، تبي يعني تبي تدرسهم العصر. فبالتالي صار عليها أوفرلود، ما تقدر. فبالتالي إحنا، أنا أنصح كل أب اليوم كويتي أنه يغير في أسلوبه وغير في سياسته في كيف التعامل مع الأسرة. شلون دكتور هذه النقطة؟ شلون نبي نعرفها؟ يعني شلون الأبو يغير؟ يعني أنا أقول دواوين ظاهرة سكرونها اجتماعية، سكرون لكن سكرون الدواوين. لا، المبالغة في كل شيء مبالغة. ايه صح. الأكل لما تأكلين وايد. ايه. يعني في ناس كل يوم دوانية من 7-8 لين 1-2 بالليل، وهذا بيته ولا قاعد في البيت، وهاد من الحريم تلوع كبدهم دكتور، تقول له قاعد على كبدي ولوع كبدي وقاعد لا يطلع لا يروح كذي. لا عاد احنا ما نتكلم عن الجوانب السلبية. لا يعني الدواوين، انت من قلت الدواوين ذكرت الدواوين، ما يقعدون بالبيت. ايه. أو مسافر أو دواوين. ايه؟ أو يقز أو قاعد بالقهوة بحر مع ربعه. ايه؟ أو بحر رايح بحر مع ربعه. ايه؟ وبالتالي إهمال 90% من دوره مفقود. ايه؟ بالأسرة. سمعتوا يا أهل الكويت؟ الله يا الحريم، أنتوا استانستوا. ايوه. والحين ضحكتكم مو لهني لهني. 90% يقول ترى مو أنا مالي شغل. دكتور كاظم يقول الآباء الكويتيين لازم يحافظون على شنو؟ على عيالهم. على عيالهم. حتى على فكرة والله أول الحلقة أنا ما أتكلم، يوم قلت لكم فاصل بطلع ورد رحبت بالدكتور، قال لي وانت تتكلمين في المقدمة أعطاني عنوان حق حلقة اليوم اللي هي دير بالك على عيالك. دير بالك على عيالك. فالدكتور الحين تحكي حق عن ريايل الكويت، وأدري الحين الساعة طبعا لو مسيد يمكن طالع رايح الديوانية من الحين، بس تكفون يا نساء الكويت، ساعة واحدة إعادة قضبوهم، خلي يشوفون هالحلقة هذه ساعة واحدة إذا أنت شاطرة. تفضل دكتور. الأب دوره مفقود حقيقة، إحنا نعاني من هالمشكلة. يعني بالكويت اليوم الأب غير واعي لدوره، وما يدري أنه هو قد يكون سبب انحرافات ابنه. ظاهرة المخدرات، انحرافات اللي قاعد نشوفها بالكويت، ظاهرة البويات والشذوذ والجنوس. صحيح. صحيح. هذه كلها إفرازات لأوضاع اجتماعية سيئة إحنا نعيشها. نعم. يعني الأب ما له دور، فبالتالي الأم لا تستطيع أن تقوم بدور الأب والأم. أنا أعتقد وهذا اللي قاعد يحصل. هي مثل السفينة يعني اثنينهم لازم يكون كل واحد له دور، هو دور تكاملي وليس دور تفاضلي، ولا دور أنا الربان ولا بدي سوق ولا أنا لسوق. أنا أعتقد دكتور كاظم يمكن يتأيدني، الزوج والزوجة كلاهما مع بعض هم من يقودوا هذه السفينة، مكملان لبعضهم بعض. صح الكلام ولا لا؟ صحيح. أنا أيد كلامك بس مليون في المية، أن الأب الكويتي أو الزوج الكويتي في عندهم إهمال من هالناحية، أو من ناحية نقص الاهتمام. هاك فلوس روح اشتري قرطاسية مكتبة. ها يعني إذا رحت أنت المكتبة تشوف كم من النساء وندرة من الرجال.
صح الكلام ولا لا؟ بالضبط، هذا كلام صحيح. هذا في المكتبة يعني.